العلاقة. إذا اتضح أن الله أوصل فيضه إلى ما وراء الحقيقة المحمدية بتوسط من؟ بتوسط الحقيقة المحمدية. فالحقيقة المحمدية هي الواسطة. نعم، المفيض هو الله، المعطي هو الله، الفاعل هو الله، الموجد هو الله، القادر هو الله، ولكن اقتضت حكمته أن يعطي للبعض مع الواسطة وأن يعطي للبعض ماذا؟ بلا واسطة. أضرب مثال، التفتوا لي أعزائي، انظروا الآن، أنا إذا عطشت، إذا أطلب من الله أن يرفع عطشي، قادر الله أو ليس بقادر؟ قادر، ولكنه مرة يرفع عطشي بلا واسطة مباشرة بالدعاء، ومرة يقول لا، جعلت في الماء خصوصية رفع العطش، فأرفع عطشك بواسطة ماذا؟ بالماء. مو الماء يرفع العطش، الرافع من؟ الله سبحانه. الله، الله هو الرافع، الله هو الشافي، الله هو المعطي، الله هو الموجد، ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة الواسطة. إذن أعزائي، في مسألة الوسيلة والواسطة نحن لا نجعل هؤلاء أربابا من دون الله. هذا الفكر الوهابي واقعا البائس يتصور، نحن عندما نقول هؤلاء وسائل أو وسائط، يتصور أنه جعلناهم أربابا من دونه. لا أعزائي، هؤلاء وسائط، يعني المعطي هو الله بتوسط هذه الوسيلة، لأنهم لا يفهمون الله كما تفهمه. أحسنتم، حق أهل، أحسنتم أستاذ علاء.